أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام على أنه من الست من شوال؟ إذا صامه تبعاً لغيره فلا بأس، إذا صامه على أنه بيصوم الست من شوال وبدأ يوم الجمعة أو مر يوم الجمعة فيها أو هي آخرها فلا بأس، لأنه تابع لغيره. أما أن يفرده فهذا منهي عنه، منهي عن إفراد يوم الجمعة. نعم، والحديث في هذا صحيح. نعم.